فأنا حقيقي بشكر حضرتك جداً. عايزة تقولي حاجة؟ أكيد طبعاً، ده الرئيس ده حبيبني. بقول لحضرتك فعلاً شكراً يا رئيس، وشكراً ما تكفيش. شهر ديسمبر شهر قدرون باختلاف، بيأكد اللي بقى لينا مكان، وجودك معانا بيدينا حقوقنا، وبيأكد مكاننا في الجمهورية الجديدة. وإن شاء الله السنة الجاية كلنا مستنيينك يا رئيس، وبنحبك. شكراً يا رئيس. يا رحمة، أنت بقيتي مذيعة جبارة جداً، ده حاجة يعني ما شاء الله عليك. إيه ده كله ده؟ إيه رأيك؟ جميل جداً. والله يا ريس أهلا بنحبك، وفعلاً اليوم ده أهلا بنستناه من السنة للسنة، وفعلاً حضرتك بتشرفنا في حفلتنا قدرون باختلاف، ودايماً هنبقى مبسوطين وحضرتك معانا. بقولك إيه يا أبو النبي يا رحمة، ممكن أقول للريس قلت لي إيه وإحنا في الكواليس؟ قالت لي يا ريس بالحرف، قالت لي احنا كنا مش عارفين ميعاد الحفله، فالمفروض ان كانوا مسافرين تزور اخوها، فلما عرفوا ميعاد الحفله لغوا التذاكر. قالت لي ايه جوه؟ قالت لي يعني الريس يجي لي وانا ما اجيلوش؟ لا ده ناجي يا رحمه. صح، ده حقيقي. ويا استاذ عمر، عارف يا رحمه اللي ملوش حظ اللي ما يحبكمش، ملوش حظ. صح صح، اللي ملوش حظ. صح، ده حقيقي، هو اللي ما يحبكمش. ده حقيقي يا ريس. صحيح. وعايز اقول لك على كلمه صغيره جدا، فعلا احنا المصريين حظنا كويس ان بقى لينا يا ريس رئيس انسان زي حضرتك. شكرا جدا، شكرا جزيلا، شكرا جدا يا فندم. شكرا ليكم جميعا.